السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من خلال برنامجكم واش اخبارك على قناتكم الشبابية طوب تيفي. واش اخبارك باللي الفيديو اللي دخل اعلى نسبة ديال المشاهدات في التاريخ ديال الموقع ديال اليوتيوب هو الفيديو كليب ديال المغني الكوري الجنوبي بساي غانغام ستايل اللي فات 2.5 مليار، لدرجة ان لي تكنيسيا ولي زانجينيور عاودوا الخدمة من جديد على قبل هذا الفيديو لانه فات العدد اللي كانوا متخيلين ان اي واحد يوصل له. واش خبرك باللي الفيلم السينمائي اللي دخل اعلى نسبه ايرادات في التاريخ ديال السينما المغربيه ملي بدات حتى لدابا هو الفيلم ديال الطريق الى كابري. واش خبرك باللي اكثر لقطه خدات اكبر وقت ممكن في التصوير ديالها هي واحد اللقطه من الفيلم الامريكي اللي تعرض مؤخرا اللي هو سوبرمان ضد باتمان واللي خدات اكثر من 20 يوم في التصوير ديال لقطه واحده ما كتفوتش المده ديالها 10 ديال الثواني. واش خبرك باللي انجح عمل فني عربي دار مؤخرا ملي بدا اليوتيوب وملي بدا الانترنت هو فيديو كليب ديال المعلم اللي فاتت نسبه المشاهده ديالو اكثر من 345 مليون مشاهده حدود الساعه. واش خبرك باللي مستر بين اللي كيتعتبر من انجح الكوميديين في التاريخ ديال الكوميديا في العالم كيقدم الكوميديا الصامته لانه كان كيعاني من واحد المرض اللي ما كيخليش انه يهضر ويتكلم بكل سهوله لدرجه ان الزوجه ديالو كتعاود بلي ملي عرفاتو ما قدر يقول لها حتى شي كلمه وحتى شي جمله كان غير واحد الجمله اللي كانت جيف مي كيتشوب بليز وما مريحين في الريستورانت قصوا بعضياتها. كنشكركم مشاهدينا على حسن التتبع ديالكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه ديما في برنامجكم واش اخبارك على قناتكم الشبابيه طوب تيفي.